بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلبة طالبات فرقة الثالثة فرقة الرابعة، النهاردة إن شاء الله بتعلم معاكم ثالث محاضرة من الملك هيجين أند كنترول اللي هو الملك كومبوزيشن. تناول فيه دي ثالث محاضرة فيه اللي هو هتخرجوا منه إن شاء الله بهذه المعلومات، هتعرف الملك شوجر، الملك سولتس، الماينور ميلك كومبوننت، هتعرف اليوريال، التريس إليمنت، الفيتامينز، الإنزيمز، النان بروتين، نيتروجينوس كومباوند، والبيجمنت، والتريس إليمنت. لو شفنا الميلك شوجر اللي هو سكر اللبن اللي هو اللاكتوز، الميلك يحتوي على سيفرال ديفرنت كربوهيدراتس، فيها في لاكتوز، في جلوكوز، في جالاكتوز اند اذرز اوليجو ساكرايدز. اللاكتوز ده داي ساكرايد كومبوزد اوف تو سيمبل شوكرز، جلوكوز اند جالاكتوز. جلوكوز اند جالاكتوز ات جيفز الميلك سويت تيست، بيدي اللبن سويت تيست. it contributes approximately 40% of whole cow's milk calories، يعني الجرام من اللاكتوز بيدينا 4 كيلو كالوريز، بيدينا طاقة 4 كيلو كالوريز. بيتراوح it varies from 4.6 إلى 5 milk constituents، بيمس 4.6 4.7 lower concentration indicates mastitis milk or milk obtained from late lactation animals. يبقى اذا اللاكتوز disaccharides بيتكون من جلوكوز وجلاكتوز، بيبقى بيدي السويتنس تيست للميلك، ونسبته حوالي بتتراوح من 4.6 الى 5%. والجرام من اللاكتوز بيسبلاي او بروفايد البادي ويز 4 كيلو كالوريز. ولما بتقل النسبة دي ده دليل على ان الميلك جاي من حيوان سافر فروم ماستايتس. اللاكتوز دايجيشن، اول الطفل او الانسان ما بياخد اللاكتوز بيشرب اللاكتوز بياخد اللاكتوز في اللبن، البادي بروديوس ذا انزيم لاكتيز، الجسم نفسه في الانتستين موجوده فيه لاكتيز انزيمز. اللاكتيز موجود في السمول انتستين بيكسر البريك داون اللاكتوز انتو سيمبلر فورم اللي هو الشجر جلوكوز اند جالاكتوز، لان طبعا اللاكتوز اي حاجه دايساكراي او اي حاجه كومبلكس ما بتمتصش، ما لا تمتص من طريق من الانتستين. اللاكتيز بروديوس باي سمول انتستين، الجلاكتوز اللي نتيجه تكسيره الجلاكتوز الى جلوكوز وجلاكتوز. الجلاكتوز ليه بايوفيولوجيكال فانكشن اند سيرفيس ان نيوترال النيورال اند immunological process and is component of several macro molecules. الجلاكتوز اللي هو الشجر of brains، يعني ده بيغذي للبرين اللي هو cerebrocytes والganglioscytes and mucoproteins which are important constituent of nerve cells membrane. يبقى الجلاكتوز اللي ناتج عن تكسير الجلاكتوز له أهمية كبرى في اللي هو في an important concept of nerve cell membrane. These simple sugars glucose and lactose are easily absorbed we used as energy provide the body with energy. When lactose intake exceeds the amount of lactase enzyme، لما بزيد كمية اللاكتوز
عن اللاكتيز انزيم اللي هو سيمتوم اوف لاكتوز انتولرانس ابير. يبقى سيمتوم اوف لاكتوز انتولرانس ان الطفل ما بيتحملش كميه اللاكتوز اللي هو الكونسيومد، بيطلع عليه سيمتوم اوف لاكتوز انتولرانس. لاكتوز مي بلاي ا رول ان ابسوربشن اوف كالسيوم، يعني اللاكتوز ده مهم جدا ان هو بيعمل ابسوربشن اوف كالسيوم and other minerals such as copper and zinc and especially during infancy. If it is not digested، يعني إذا اللاكتوز not digested في small intestine، it may be used by the intestinal microbiota. ممكن يستخدم the microorganism population that lives in the digestive tract as a nutrient، بيستخدم as a prebiotic، as pre بيوتك للنورمال مايكروفلورا اللي موجودة. لاكتوز اند اذر ميلك شوجرز ار بروموت ذا جروس اوف بايفيدو بكتيريا ان ذا جت، ده الفانكشن بتاعت اللاكتوز، البايفيدو بكتيريا بروموت الجروس بتاعها. وبرضه بلاي ا لايف لونج رول ان كاونتر اكتنج ذا ايجنج اسوشيتد ديكلاين اوف سام اميون فانكشن، استخدم برضه في ال life long rule in countering the aging associated decline to some immune function. بدأ اللاكتوز وتركيبته الكيميائية، وإذا حصل له عملية digestion أو fermentation في الانتستين ده بيأثر إلى ان هو ممكن او بينقسم في الانتستين الى جلوكوز وكلاكتوز، وبيبدا عمليه المرور يمتص عن طريق اسمه البلاد ويدخل بلاد ستريم، والجلاكتوز يدخل في النيرف سيلز كسيلز الاوتر ممبرين اوف نيرف سيلز، والجلوكوز كالبرين سكر المخ اللي هو الجلوكوز. الميلك سولتس، الميلك فيه سولتس، الميلك سولتس ار مينلي كلورايدز وفوسفاتس اند سيتريتس اوف صوديوم كالسيوم اند ماجنيزيوم، يعني صوديوم سيتريتس، صوديوم فوسفات، صوديوم كلورايد، كالسيوم كلورايد، كالسيوم فوسفات، كالسيوم سيتريت، والماجنيزيوم. يبقى فيه الكلورايد والفوسفات والسيتريت اوف صوديوم كالسيوم اند ماجنيزيوم. برغم ان السولتس دي كومبرايز لزان واحد من، يعني توصل نسبة السولتس حوالي 0.7 الى واحد، يعني هي ما بتزيدش عن 0.7 of the milk، they influence its rate of coagulation and other functional properties. increase concentration بالدليل على ان في mastitis milk، لما بتزيد عن 1% دليل ان عارفين ان الكلورايد بيزداد في الليت لاكتيشن انيمالز، او ان الحيوان في ماستايتس، في ديستربنس في البرميابيليتي، وتدخل الكلورايد نسبه كبيره في عن طريق الممبرين بتاع البيزمنت ممبرين او اللور بيزمنت ممبرين للسيلز. سام سولتس ار بريزنت ان ترو سوليوشن زي الكلورايد والبوتاسيوم والسلفر عند الصوديوم، دي موجودة في الترو سوليوشن، ولكن الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفورس عند السيتريت ار ديستريبيوتد بتوين ذا سولوبل اند كولويدال فيسز. يبقى فيها 100% موجودين دايبين في الترو سوليوشن اللي هي الكلورايد والبوتاسيوم والسلفر والصوديوم. الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفورس والسيتريت بتبقى في نسب متراوحة، يعني من 40 او 20 الى 76% السولوبل اند كولويدال، زي ما احنا شايفين كده في الجدول ده. هنلاقي الكالسيوم نسبته 123 و موجود في الكازين ميسلز، احنا في السولوبل فورم 35%، الفوسفورس 44% الكازين ميسل برضه، المغنيسيوم 20%، اما نلاقي بقى البوتاسيوم والصوديوم والستريت، وده كلته 100% موجود في الترو سوليوشن.
الماينور ميلك كونستيتي، اليوريا، الحاجات اللي بتبقى نسب بسيطة جدا في اللبن، اليوريا. البلاد يوريا is freely diffusible into milk and is part of the normal nitrogen constituent. من النيتروجين كونستيتيونت، هو عبارة اليوريا عبارة عن نيتروجين، عبارة عن نيتروجين. الميلك يوريا should be في الرينج 14 مللي جرام، والبلاي a major part of stability of milk against the heat. يبقى هو اللي بيدي الهيت ستابيليتي of the milk، الهيت ستابيليتي of the ميدال فانكشن، هيت ستابيليتي of the milk. اليوريا النان بروتين نيتروجينس كومباوند سبستانس زي الكرياتين والكرياتينين وكرياتين كرياتينين، ده عبارة عن نان بروتين نيتروجينس سبستانسز. الفيتامينز والإنزيم تمثل 12%، وعارفين الفيتامينز الملك يحتوي على several vitamins soluble fat soluble vitamins و water soluble فيتامينز. الفات سولوبل فيتامين زي الفيتامين A، فات سولوبل فيتامين اللي هي الفيتامين A، هول ميلك تبقى فيه نسبة فيتامين A أكتر من السيم سكيمد، أكتر من السكيمد لأنه موجود في الفات، بيبقى أتسوربد على الفات. is required for good vision زي ما احنا عارفين فيتامين A لجود فيجنز والإميون هيلث and for normal growth and development of body tissue. whole milk contain approximately 62 microgram of vitamin A، يعني ال 200 ملي which provide about 9% of an adult daily vitamin A requirement. يبقى الفيتامين A موجود في الفات، ولذلك الهول ميلك فيه فيتامين A اكتر من السيم سكيمد، اكتر من السكيمد، يبقى هو ده سولفت في الفات. طبعا استخداماته زي ما احنا كلنا عارفين في الجود فيجنز والاميون هيلث and for normal growth of development of body tissue. طب لو الفيتامين دي، شوف بقى الفيتامين دي اللي هو plays an important role in absorption of calcium and phosphorus. الفيتامين دي بيساعد على امتصاص الكالسيوم والفوسفورس، و essential for البون والتيس زي ما احنا عارفين البون والتيس. الفيتامين E prevent damage to structure زي steel membrane، act as antioxidant. antioxidant vitamin اللي هو الفيتامين E linked with reducing the risk of disease زي الكانسر. is naturally found in low level with milk 200 ملي serving of semi skimmed milk typically provide 0.04 ملي جرام of vitamin E. بل فيتامين E ده antioxidant vitamin، antioxidant vitamins يعني reduce the risk of cancer، موجود في كميات بسيطة في اللبن. رابع نوع من الفات سولوبل فيتامين اللي هو الفيتامين K اللي هو في البلاد كلوتينج، بيستخدم للكوريكت البلاد كلوتينج. there is little or no vitamin K naturally found in milk although small amount may be found، يعني بيبقى في كميات بسيطة جدا من الفيتامين. إذن الملك يحتوي على الفات سولوبل اللي هي الـ A والـ D والـ E والـ K، بنقول عليها باختصارها إيه؟ الأدك. أما الـ Water Soluble Vitamins، الـ B Vitamins، الـ B Vitamin، إحنا عارفين الـ B Vitamin اللي هو الثيامين، فيتامين B1، الريبوفلافين، فيتامين B2، والفيتامين B12، وبتبقى الفيتامين B1 يعني 200 ملي أوف سيمي سكيمد ميلك بيدينا من 15% of their daily requirement for thiamine. الريبوفلافين ال 200 ملي جلاس of semi skimmed milk provide the body with 45% of daily requirement. والفيتامين بي 12 الجلاس او الكاب فيها 200 ملي of semi skimmed provide the body with provide an adult 15 with the full daily requirement. full daily requirement vitamin B12 يبقى 200 ملي of semi skimmed milk بتمد الادلت اللي هو من 19 ل 50 year with the full daily requirement for vitamin B12. اظن ما فيش اكتر، يعني هو يونيك برودكتس اللي هو الملك يحتوي على هذه الفيتامينات، فيتامين B، واحنا عارفين اهميه الفيتامين B للنيرف سيلز
النياسين it is involved in energy metabolism. النياسين للإنرجي ميتابوليزم. الفوليت 200 ملي سيم سكيم بروفايد 6 يير اولد تشايلد و 18 يعني قرابة 19% في الديلي ريكويرمنت. الفيتامين سي ال 200 ملي بدينا 14 بروفايد للتشايلد و 14% اوف ذا ديلي ريكويرمنت اوف فيتامين سي عند الادلت 3%. يبقى ده الووتر سولبل فيتامين، الاسيد اللي هي الفات سولبل فيتامينز والووتر سولبل فيتامينز. الميلك فيه اسيدز زي السيتريك اسيدز والفورميك اسيدز والاسيتيك اسيدز واللاكتيك اسيد والاوكزاليك اسيدز. الميلك فيه جازز زي الهيدروجين والنيتروجين، جازز زي الهيدروجين والنيتروجين، ودول بيستخدمهم في قياس الكيبنج كواليتي تيست. الهيدروجين خاصة مع اللي هنتناوله بعد كده. السيلز اللبن فيه سيلز فيه نيتروفيل واحد تمثل 1 إلى 11%. الماكروفاجس 66 إلى 88%. الليمفوسايتس من 10 إلى 27%. والإبيثيليال سيلز من 0 لـ7%. بقى الميلك فيه سيلز، ولذلك بنقيس السوماتيك الماكروفاجس لما نسبة معينة لحد معين بنقول عليه 400 إلى 500 ألف سوماتيك سيلز، فبنقول إن اللبن ده اوف جود كيبنج كواليتي. والسيلز لما بتزيد عن هذا الحد ده دليل على إن الحيوان بيبقى فيه إما اللبن فيه ماستايتس اوبتيند فروم أنيمال سافر فروم ماستايتس ماستايتس. البيجمنت فيه تو تايبس اوف بيجمنتس موجوده في الميلك، اللي هو الريبوفلافين والكاروتين بيجمنت. والكاروتين بيجمنت دايما بتظهر في الكاوز ميلك، والريبوفلافين في البافلو ميلك. الكاروتين لان اللبن الاثنين موجودين في، لكن الحيوان بيعمل اسيميليشن بالنسبه للبافلو بتعمل اسيميليشن للكاروتين، اما الكاوز ما بتعملش اسيميليشن للكاروتين، وبيظهر ذلك اللبن بتاع الانيمالز الكاوز ميلك بيبقى لونه أصفر والبافلو ميلك بيبقى لونه أبيض وايتش. يعني الإنزيمز في 3 types of enzymes those affecting the quality، يعني إما الكواليتي إما desirable quality أو undesirable quality. those affecting the heat treatment those of sanitary importance those of sanitary importance. لو تناولنا الافكت الكواليتي اللايبيز والبروتيزس والهيت تريتمنت اللاكتيز واللاكتوبروكسيديز والفوسفاتيز والسانيتري امبورتنس الكاتاليز والريدكتيز. فلو جينا لللايبيزس اللي موجوده في الانيمال في الميلك بيحصل بيعمل فايدته ان هو بيعمل ديجرديشن للفات، ديجرديشن لفات. ده ذا ميجور لايبيز ان ميلك، الميجور لايبيز في الميلك از لايبوبروتين لايبيز، لايبوبروتين لايبيز. ده موجود فين؟ موجود على الكازين ميسلز، على الكازين ميسلز. يبقى الاجيتيشن ديورينج بروسيسنج may bring the lipase into contact with the milk fat resulting in fat degradation and off flavors. يبقى هو موجود على الكازين ميسلز، ولكن عملية الهوموجينيزيشن او الاجيتيشن تؤدي الى ان هو تخلي البرينج اللايبيز اللي هو اللايبروتين لايبيز in contact with the milk fat ويؤدي الى رنسيز. الباسترايزيشن will inactivate the lipase in milk and increase shelf life. اذا اللايبيزس بتاعت اللبن في هيت ستيبل لايبيزس اللي جنب بكتيريا اللايبيز، اما نورمال ميلك يحتوي على لايبيز لايبوبروتين لايبيز موجوده على الكازين ميسلز، وعمليه الاجيتيشن بتكسره ويؤدي الى ان هو بكام ان كونتاكت ويز ميلك فات. اما لو عملنا الباسترايزيشن بتعمل ان اكتيفيت لللايبيز اللي موجود في اللبن. البروتيازس ده بتأثر على البروتين، يبقى إذا اللايبيز انديزايربل، البروتيزس ديزايربل، ديجرديت البروتين لها
الميجر بروتيز بتاعت الميلك اللي هو البلازمين، البلازمين اللي هو الميجر بروتيز ان ميلك. Some proteases are inactivated by heat and some are not. بعضها بيتكسر او inactivated بالheat and some other are not. Protein degradation can be undesirable. Result in bitter of flavor. بيطلع لك peptide. Bitter of flavors. Or it may provide a desirable textures if cheese during او ان هو ممكن يكسر الى الامينو اسيدز ويدينا desirable ويعمل عمليه الرايبنينج للهارد تشيز during ripening. Ripening باذا له desirable effect و undesirable effect. Proteases are important in cheese manufacture. بنستخدمها دايما في التشيز manufacturers and a considerable amount of information is available in cheese literature بعد كده. يعني اذا البروتيزس له تو سايتس، ديزايربل سايتس وانديزايربل سايتس. الانديزايربل سايتس بيؤدي الى البيتر فليفرز، الديزايربل سايت ان هو بيعمل عمليه رايبنينج للتشيز. بعد كده الالكالاين فوسفاتيز، الالكالاين فوسفاتيز ذوس افكتد باي هاي تمبريتشرز او الالكالاين فوسفاتيز هيت سنسيتيف انزايمز. هيت sensitive enzyme يعني هو بيتكسر بالحرارة. البروتيزس ما بتكسرش بالحرارة، بعضها resist الهيت وبعضها inactivated by heat. اللايبيزس sensitive للهيت، مثله زي بالظبط الالكالاين فوسفاتيز. indicator بنستخدمه as indicator of pasteurization. if milk is properly pasteurized alkaline phosphatase is inactivated. Lactobacillus most heat stable enzymes. Heat stable. Lactobacillus heat stable. Found in milk. When combined with hydrogen peroxide and cyanide has antibacterial properties. اللي هو lactobacillus system. Lactobacillus لما بيتحد مع الهيدروجين والcyanide بيدينا system lactobacillus hydrogen peroxide cyanide system وده هو antibacterial properties. اللاكتوبروكسيديز in raw milk inhibit the disease causing microorganism. زي هو السيستم. In order to be activated بنحط له الهيدروبوكسايد وبنحط له السيوسينيز زي ما قلنا بنعمله بنحوله الى سيستم. اللايسوزايم has some antibacterial activities. Although the amount of lysozyme present in milk is very small. Those of sanitary importance الكاتاليز والريدكتيز. دي هنشرحها ان شاء الله في الكيبنج كواليتي تيستس اللي هو الريدكتيز والكتاليز. طب الهرمونز اللي موجوده اند جروس فاكتور ان ميلك، ده كده يبقى خلصنا الفيتامينز وخلصنا الانزيمز اللي موجوده. هنيجي الهرمونز اللي موجوده في الميلك. في جروس فاكتورز، جروس فاكتورز الانسولين لاي جروس فاكتور، البليتلتس درايفد جروس فاكتور، الفايبروبلاست جروس فاكتور، ترانسفورمينج جروس فاكتور. زي ار بوتنت جروس ستيمولانت، ذيس ار بوتنت جروس ستيمولانت اند ميدييتورز فور ا رينج اوف ماميليان سيلز. زي كونستيوت بوتنشال بايو اكتيف انجريديانت ان رينج اوف بايوكيميكال بايوميديكال اند فانكشنال فود. الهرمونز ان ميلك ار ايزر اوريجينيت فروم بلاد and are secreted in milk through an active transport with the mammary gland or can be synthesized by mammary gland. يبقى اذا هي ممكن تيجي من البلط او ان هي ممكن تبقى synthesized by the mammary gland and excreted to milk. يبقى ده المنشا. Four main groups such as الجنادل الادرينال البيتيوتري and hypothalamic hormone. يبقى في جنادل هرمون ادرينال وفي بيتيوتري وهايبو اند هايبو ثالاميك هرمون. الجنادل هرمونز الاستروجين والبروجسترون اند اندروجين. ذا كاو ميلك فات فراكشن واز فاوند تو كونتين 65% اوف استروجين. سو ذا اوكيرنس اوف استروجين ان بوث باتر اند سكيم ميلك كليرلي انديكيت ا ديستريبيوشن اوف ذا استرويد بتوين ذا ليبيد اند سيرم فيس اوف ميلك. يبقى موجود فوجود في الميلك فات استروجين.
الاستروجين موجود في الميلك فات بيحتوي على 65% اوف استروجين موجودة على الميلك فات. الادرينال جلاند هرمون الجلوكوكورتيكويدز ان بوفاين ميلك ان كونسنتريشن بين 7 من 10 ل 1.14 نانو جرام بير ميل ديورينج لاكتيشن. الجلوكوكورتيكويد كونسنتريشن ان ميلك اونلي ريبريزنت 4% اوف ذا بلاد بلازما ار نوت كونسنتريتد ان كريم. يبقى اذا الجلوكوكورتيكويد مش موجوده في الكريم بعكس الجوناد الهرمون الاستروجين والبروستاجين والاندروجين ده على الميلك فات، اما دي مش موجوده بتبقى موجوده ديستريبيوتد بتوين الكازين اند واي بروتينز. يبقى الجلوكوكورتيكويدز ديستريبيوتد بتوين الكازين اند واي يعني في البروتين اكت ان كونجنكشن وذ اذر هرمون تو مينتين اللاكتيشن اند ذير افكت ار ميديتد باي سبيسيفيك ريسبتور. يبقى اذا اهميتها في عمليه اللاكتيشن. البيتيوتري هرمونز زي ار 2 هرمونز البرولاكتين اند جروس هرمون سوماتوتروفين. ده البيتيوتري هرمون البرولاكتين والسوماتوتروفين. البرولاكتين كونسنتريشن رينجينج 15 من 5 ل 200 نانو جرام بير ميل اند 60% اوف ذا برولاكتين كونتنت اوف ميلك از اسوشيتد وذ ميلك فات جلوبيول. يبقى اذا البرولاكتين في اللبن اسوشيتد وذ ميلك فات جلوبيول. اما السوماتوتروفين is to increase the concentration of insulin like growth factor. Biological function is to increase the concentration of insulin like growth factor in epithelial cell of the mammary gland of lactating cow. يزود the concentration of insulin like growth factor. ده الـ pituitary hormones. الـ hypothalamic hormones زي الـ gonadotropin releasing hormone, luteinizing hormone, releasing hormone, الثايوتروفين ريليزنج هرمون اند سوماتوستاتين. The most important hormone found in milk and the other dairy product by using a variety of analytical methods البرولاكتين والاستروجين والبروجسترون والكورتيكويدز اند اندروجين. في تريس اليمنت بقى اريز من التريس اليمنت موجوده زي الايرن والزنك والكبر والمنجنيز والايودين والسيلينيوم والكوبالت والبيديم والنيكل والسيليكون. ده كل هذه التريس اليمنت تبقى موجوده في اللبن. طيب في بقى تعرضنا لنشوف النيوتريشنال امبليكيشنز اوف ميلك. احنا درسنا اللاكتوز ودرسنا البروتين ودرسنا الكونستيتال الكيمستري اوف بروتين اوف ميلك. في اول شيء الامبليكيشن لاكتوز انتولرانس. لاكتوز انتولرانس normally lactose is hydrolyzed by lactase enzymes to glucose and galactose زي ما قلنا قبل كده. قلنا لما lactose intake exceed the amount of lactase enzyme symptoms of lactose intolerance appear. 30 ل 50 مليون Americans are lactose intolerant including 75% موجودين في Native Americans and African Americans and 90% of Asian Americans. Asian American. بالنيتف امريكان نسبتهم عالية. لاكتوز انتولرنس از ليس كومون امونج ذوز ديسندد فروم نورثرن اوروب. يعني مش كومون. An individual who consumes milk without producing sufficient lactase may suffer diarrhea, intestinal gas, cramps and bloating. The undigested lactose travels through the gastrointestinal tract and serves as a nourishment of intestinal microflora who excrete the gas process known as anaerobic respiration. يبقى اذا اللاكتوز هيباص انتاكت هيحصل له عمليه used by في الفلورا بيستخدمه as nourishment في الانسان فلورا وبعد النرش هتطلع جاز والجاز ده هيعمل عمليه الانيروبيك ريسبيريشن. اما الميلك اليرجي يبقى اذا دي يبقى اللاكتوز انتولرانس هي عباره عن نيو ديفيشنسي اوف لاكتيز انزايم في الجاست في الدايجستيف تراكت انزايم تراكت او في خاصه في الانتستين. اما الميلك اليرجي دي كاو ميلك اليرجي از ان اميونولوجيكالي ميديتد ادفيرس رياكشن تو وان اور مور كاوز ميلك بروتينز. يبقى دي عباره عن اميونولوجيكالي ميديتد ادفيرس رياكشن لالرجي حساسيه
The milk induced allergic reaction can involve anaphylaxis potentially life threatening conditions. يعني ممكن يؤدي الى الموت. The most common one الفا اس كازين. الالفا اس كازين differ between species. The principal symptoms are gastrointestinal, dermatological and respiratory. This can trans skin rashes, hives, vomiting and gastric disease. اذا الميلك اليرجي تختلف عن اللاكتوز انتولرانس. اللاكتوز انتولرانس بتبقى نتيجه لاكتيز ديفيشنس في السمول انتستين. اما الميلك اليرجي ده حساسيه ادفيرس رياكشن نتيجه وجود بعض مركبات الكازين اللي هو الالفا اس كازين. الالفا اس كازين ده بيعمل زي حساسيه للحساسيه. Cause milk allergy and lactose intolerance are different. Milk allergy is a reaction by the body immune system to one or more milk proteins and can be life threatening. يعني ممكن تؤدي الى الموت when just a small amount of milk or milk product is consumed. The clinical spectrum extends to diverse disorders, atopic dermatitis وgastrointestinal وallergic colitis. حاجات دي يبقى اذا الميلك اليرجي تختلف عن اللاكتوز انتولرانس. اللاكتوز انتولرانس ديو تو لاكتيز انزيم ديفيشنس. ميلك اليرجي از فود اليرجي ادفيرس اميون رياكشن ذات نورمالي هارمليس تو نون اليرجي. الميلك اليرجي موست كومن ابير ان ذا فيرست يير اوف لايف وايل اللاكتوز انتولرانس اوكير مور اوفن ان ادلتهود. ثانك يو. شكرا.